احنا اجت اليوم فعالية ذكرى النكبة من ضمن فعاليات لنعتات المشهد. احنا اليوم حابين نوصل رسالة مهمة، هي اول اشي انه احنا النكبة مش جديدة علينا، احنا النكبة بنعيشها من عام 1948 لحد الان، وهي اخر النكبات اللي بتتعرض لها اخوتنا في قطاع غزة. واحنا بنوصل رسالة لاخوتنا في قطاع غزة انه احنا بنحييكم من حي صمودكم، وهذا اقل اشي بنقدر نعمل لاخوتنا في قطاع غزة، ومصابكم مصابنا. واحنا هاي الفعاليات كلياتها بنعملها لان احنا جزء لا يتجزا من هاي القضيه، وهاي قضيتنا وقضيه كل فلسطيني حر. اننا شعب الجبارين،